بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالرغم من أن هذه القناة هي قناة ليس لها أي هدف تجارية، فهي تندرج ضمن إطار العمل الصالح والصدقة الجارية، إلا أن مقدار تفاعل المتابعين مع هذه القناة سيكون عامل محدد. فتعدد المواضيع التي تناولها هذه القناة من جهة، وقصر الوقت المخصص لهذه القناة بسبب التزاماتنا المهنية، يفرض علينا أن نعطي أولوية لاتجاه معين. هذا الاتجاه بحول الله تعالى سيتحدد على حسب مقدار تفاعل المتابعين وكذا عدد المتابعين لموضوع معين. بداية، أنصح التلميذ بالاطلاع على الجزء الأول من هذه السلسلة قبل الشروع في حل تمارين الجزء الثاني. ذلك أن الجزء الأول يحوي الجانب النظري، ثم أنه يحوي تمارين بسيطة تمكن التلميذ من فهم كيفية حساب ردود الأفعال بطريقة سلسة. الملاحظة الثانية، هذه الدروس موجهة بطريقة مباشرة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، وبطريقة غير مباشرة بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية ثانوي. ونظرا لأهمية هذا الموضوع في البكالوريا، فإني أنصح تلاميذ السنة الثانية ثانوي بالاطلاع والتعود والتدرب على حساب ردود الأفعال. أنبه الطالب إلى ضرورة الحذر أثناء حساب ردود الأفعال، لأن أي خطأ في حساب ردود الأفعال هذا سيعني أن هناك مجموعة من النقاط ستذهب سوداء، باعتبار أن ما يأتي بعد حساب ردود الأفعال يتعلق بصورة مباشرة بقيم ردود الأفعال. ولهذا أنصح الطالب أن يتحقق من صحة ما قام به من حسابات فيما يخص ردود الأفعال. تمرين مأخوذ من مواضيع بكالوريا 2008، رافدة تستند على مسند مضاعف مزدوج A ومسند بسيط B، معرضة لحمولة مركزة 10 كيلو نيوتن وحمولة موزعة 2 كيلو نيوتن على المتر. المطلوب حساب ردود الأفعال. باستعمال مبدأ الحمولة المكافئة، رافدة معرضة لحمولة مركزة 10 كيلو نيوتن تبقى كما هي، وأعوض الحمولة الموزعة Q بحمولة مركزة. إذا لدينا الحمولة المركزة، تطبق في منتصف الحمولة الموزعة أي في خمس على بعد 5 أمتار من مسند A، أما قيمتها فتكون مساوية لكي ضرب L أي 2 ضرب 10، بمعنى 20 كيلو نيوتن. استبدل المساند بردود الأفعال. A مسند مضاعف، إذا لدينا رد فعل شاقولي ورد فعل أفقي. B مسند بسيط، لدينا رد فعل شاقولي. استخدم معادلة الاتزان. أولا، مجموع القوى الأفقية مساوية للصفر،
على اعتبار أن لا وجود لقوة أفقية، فإن رد الفعل سيكون مباشرة مساوي للصفر. مجموع العزوم بالنسبة للنقطة ب مساوي للصفر لدي ما يلي: أولا، العزم الناشئ من القوة 10 كيلو نيوتن هو عزم سالب، مقداره القوة في الذراع أي 10 ضرب 4. ثم العزم الناتج من القوة 20 كيلو نيوتن عزم سالب، مقداره 20 ضرب 5. ثم العزم الناتج من رد الفعل فئة هو عزم موجب، مقداره فئة ضرب 10. استخرج فئة فأجد 14 كيلو نيوتن. مجموع العزوم بالنسبة لنقطة A لدي ما يلي: العزم الناشئ من القوة 20 كيلو نيوتن عزم موجب مقداره 20 ضرب 5، زائد العزم الناتج من القوة 10 كيلو نيوتن 10 ضرب 6، زائد العزم الناتج من رد الفعل الذي هو VB ضرب 10. أحسب VB فأجده 16 كيلو نيوتن. استعمل المعادلة التالية للتحقق: مجموع القوى الشاق يساوي الصفر لدي ما يلي: VA زائد VB في الاتجاه الموجب ناقص 20 ناقص 10 يساوي الصفر. بالتالي VA زائد VB يساوي 30. على اعتبار أن VA تساوي 14 و VB تساوي 16، فيكون مجموع 30. إذن العلاقة محققة. بالتالي فإن قيم رد الأفعال صحيحة. تمرين مأخوذ من بكالوريا 2021. رافدة تستند على مسند مضاعف A ومسند بسيط B، معرضة لثلاثة حمولات: حمولة موزعة Q1، حمولة موزعة Q2، وحمولة مركزة. يمكن أن أحول هذا النوع من التحميل إلى التحميل التالي: دائما رافدة تستند على مسند مضاعف ومسند بسيط، معرضة لحمولة مركزة F تساوي 40 كيلو نيوتن. ثم باستعمال مبدأ الحمولة المكافئة أعوض الحمولة الموزعة بحمولة مركزة. إذن سأحول الحمولة Q1 الموزعة إلى حمولة مركزة، قيمتها هي 30 ضرب 3، 3 هي طول الحمولة، تعطينا 90 كيلو نيوتن. سأطبق هذه الحمولة في منتصف الحمولة الموزعة، أي على بعد 1.5 متر من المسند A. أحول الحمولة الثانية إلى حمولة مركزة، إذا لدينا 20 ضرب 2 تعطينا 40. هذه الحمولة سأطبقها في منتصف الحمولة الموزعة Q2، إذن ستكون على بعد 1 متر من المسند B. المسند A مسند مضاعف، إذا لدينا رد فعل شاقولي ورد فعل أفقي. المسند B مسند بسيط،
إذن هناك رد فعل شاقولي. أستعمل معادلة الاتزان لاستخراج المجاهيل، ردود الأفعال طبعا، مجموع القوى الأفقية يساوي الصفر، هذا يعني أن رد الفعل هنا يساوي الصفر في ظل غياب أي قوة أفقية. مجموع العزوم بالنسبة للنقطة B تعطينا ما يلي. إذا لدينا القوة 40 تشكل عزم سالب مقداره 40 ضرب 1. القوة 40 الثانية تشكل عزم موجب بالنسبة لـ B قيمة هذا العزم 40 ضرب 1. القوة 90 تشكل عزم موجب مقداره 90 ضرب 3.5، بينما رد الفعل VA سيشكل عزم سالب بالنسبة للنقطة B مقداره VA ضرب 5. بالحساب نجد VA تساوي 63 كيلو نيوتن. مجموع العزوم بالنسبة لنقطة A يستلزم ما يلي: القوة 90 ستشكل عزم سالب مقداره 90 ضرب 1.5، القوة 40 تشكل عزم سالب مقداره 40 ضرب 4، بينما رد الفعل VB يشكل عزم موجب مقداره VB ضرب 5. القوة 40 الأخيرة تشكل عزم سالب مقداره 40 ضرب 6. بالحساب نجد VB تساوي 107 كيلو نيوتن. للتحقق استعمل معادلة الاتزان مجموع القوى الشاقولية تساوي الصفر. لدينا ما يلي: VA زائد VB في الاتجاه الموجب ناقص 90 ناقص 90 ناقص 40، الكل طبعا يساوي الصفر. فنجد VA زائد VB يساوي 170. على اعتبار أن VA 63 و VB 107، بالتعويض نجد 107. بالتالي فالعلاقة محققة. تمرين مأخوذ من بكالوريا 2011. عنصر يستند على مسند ثلاثي معرض لحمولة مركزة وحمولة موزعة بانتظام على مسافة معينة. عنصر معرض لحمولة مركزة، باستعمال مبدأ الحمولة المكافئة نعوض الحمولة الموزعة بحمولة مركزة. قيمة هذه الحمولة هي 5 ضرب 1.5، والتي تساوي 7.5 كيلو نيوتن، وتطبق في منتصف الحمولة الموزعة أي على مسافة 0.75 متر من المسند. على مستوى النقطة A لدينا مسند ثلاثي، إذن هناك رد فعل شاقولي، رد فعل أفقي، وعزم يعاكس العزم الخارجي. لنستخرج هذه المجاهيل نستخدم معادلة الاتزان. مجموع القوى الأفقية يساوي الصفر. ما دام أن القوى الأفقية مساوية للصفر، فبالتالي فإن رد الفعل الأفقي سيكون مساوي للصفر. مجموع القوى
الشاقولية تساوي الصفر، هنا لدينا ما يلي، إذن ناقص 16 في الاتجاه السالب، ناقص 7.5 في الاتجاه السالب، و VA في الاتجاه الموجب. ومن ثم نجد أن VA يساوي 23.5 كيلو نيوتن. مجموع العزوم بالنسبة للنقطة A يساوي الصفر، هذا يعني لدينا القوة 16 تشكل عزم إيجابي مقداره 16 ضرب 2، القوة 7.5 أيضا تشكل عزم إيجابي، مقدار هذا العزم هو 7.5 ضرب 0.75، ولدينا العزم الموجود في المسند عزم باتجاه السالب، إذا ناقص MA. بالحساب نجد أن MA تساوي 37.625 كيلو نيوتن متر. تمرين مأخوذ من مواضيع بكالوريا 2008. رافدة تستند على مسند مضاعف مزدوج A ومسند بسيط B، معرضة لحمولة مركزة 10 كيلو نيوتن وحمولة موزعة 2 كيلو نيوتن على المتر. المطلوب حساب ردود الأفعال. باستعمال مبدأ الحمولة المكافئة، رافدة معرضة لحمولة مركزة 10 كيلو نيوتن تبقى كما هي، وأعوض الحمولة الموزعة Q بحمولة مركزة. إذا لدينا الحمولة المركزة تطبق في منتصف الحمولة الموزعة، أي في خمس على بعد 5 أمتار من مسند A، أما قيمتها فتكون مساوية لQ ضرب L، أي 2 ضرب 10، بمعنى 20 كيلو نيوتن. أستبدل المساند بردود الأفعال. A مسند مضاعف، إذا لدينا رد فعل شاقولي ورد فعل أفقي. B مسند بسيط، لدينا رد فعل شاقولي. أستخدم معادلة الاتزان. أولا، مجموع القوى الأفقية مساوية للصفر، على اعتبار أن لا وجود لقوى أفقية فإن رد الفعل سيكون مباشرة مساوي للصفر. مجموع العزوم بالنسبة للنقطة B مساوي للصفر، لدي ما يلي: أولا، العزم الناشئ من القوة 10 كيلو نيوتن هو عزم سالب مقداره القوة في الذراع، أي 10 ضرب 4. ثم العزم الناتج من القوة 20 كيلو نيوتن، عزم سالب مقداره 20 ضرب 5. ثم العزم الناتج من رد الفعل VA، وعزم موجب مقداره VA ضرب 10. أستخرج VA فأجد 14 كيلو نيوتن. مجموع العزوم بالنسبة لنقطة A لدي ما يلي: العزم الناشئ من القوة 20 كيلو نيوتن، عزم موجب مقداره 20 ضرب 5، زائد العزم الناتج من القوة 10 كيلو نيوتن 10 ضرب 6، زائد العزم الناتج من رد الفعل الذي هو VB ضرب 10. أحسب VB فأجده 16 كيلو نيوتن. أستعمل المعادلة التالية للتحقق.
مجموع القوى الشاقولة يساوي الصفر، لدي ما يلي VA زائد VB في الاتجاه الموجب ناقص 20 ناقص 10 يساوي الصفر. بالتالي VA زائد VB يساوي 30. على اعتبار أن VA تساوي 14 و VB تساوي 16 فيكون مجموع 30. إذن العلاقة محققة. بالتالي فإن قيم ردود الأفعال صحيحة. تمرين مأخوذ من بكالوريا 2021. رافدة تستند على مسند مضاعف A ومسند بسيط B معرضة لثلاثة حمولات، حمولة موزعة Q1، حمولة موزعة Q2، وحمولة مركزة. يمكن أن أحول هذا النوع من التحميل إلى التحميل التالي. دائما رافدة تستند على مسند مضاعف ومسند بسيط معرضة لحمولة مركزة F تساوي 40 كيلو نيوتن. ثم باستعمال مبدأ الحمولة المكافئة أعوض الحمولة الموزعة بحمولة مركزة. إذن سأحول الحمولة Q1 الموزعة إلى حمولة مركزة قيمتها هي 30 ضرب 3، 3 هي طول الحمولة، تعطينا 90 كيلو نيوتن. سأطبق هذه الحمولة في منتصف الحمولة الموزعة أي على بعد 1.5 متر من المسند A. أحول الحمولة الثانية إلى حمولة مركزة. إذا لدينا 20 ضرب 2 تعطينا 40. هذه الحمولة سأطبقها في منتصف الحمولة الموزعة Q2، إذن ستكون على بعد 1 متر من المسند B. المسند A مسند مضاعف، إذا لدينا رد فعل شاقولي ورد فعل أفقي. المسند B مسند بسيط، إذا هناك رد فعل شاقولي. أستعمل معادلة الاتزان لاستخراج المجاهيل ردود الأفعال. طبعا مجموع القوى الأفقية يساوي الصفر، هذا يعني أن رد الفعل هنا يساوي الصفر في ظل غياب أي قوة أفقية. مجموع العزوم بالنسبة للنقطة B تعطينا ما يلي. إذا لدينا القوة 40 تشكل عزم سالب مقداره 40 ضرب 1. القوة 40 الثانية تشكل عزم موجب بالنسبة لـ B قيمة هذا العزم 40 ضرب 1. القوة 90 تشكل عزم موجب مقداره 90 ضرب 3.5، بينما رد الفعل VA سيشكل عزم سالب بالنسبة لنقطة B مقداره VA ضرب 5. بالحساب نجد VA تساوي 63 كيلو نيوتن. مجموع العزوم بالنسبة لنقطة A يستلزم ما يلي: القوة 90 ستشكل عزم سالب
مقداره 90 ضرب 1.5. القوى 40 تشكل عزم سالب مقداره 40 ضرب 4، بينما رجل فعل VB يشكل عزم موجب مقداره VB ضرب 5. القوة 40 الأخيرة تشكل عزم سالب مقداره 40 ضرب 6. بالحساب نجد VB تساوي 107 كيلو نيوتن. للتحقق استعمل معادلة الاتزان، مجموع القوى الشاقولية تساوي الصفر. لدينا ما يلي: VA زائد VB في الاتجاه الموجب ناقص 90 ناقص 90 ناقص 40، الكل طبعا يساوي الصفر. فنجد VA زائد VB يساوي 170. على اعتبار أن VA 63 و VB 107، بالتعويض نجد 107. بالتالي فالعلاقة محققة. تمرين مأخوذ من بكالوريا 2011. عنصر يستند على مسند ثلاثي معرض لحمولة مركزة وحمولة موزعة بانتظام على مسافة معينة. عنصر معرض لحمولة مركزة، باستعمال مبدأ الحمولة المكافئة نعوض الحمولة الموزعة بحمولة مركزة. قيمة هذه الحمولة هي 5 ضرب 1.5، والتي تساوي 7.5 كيلو نيوتن، وتطبق في منتصف الحمولة الموزعة أي على مسافة 0.75 متر من المسند. على مستوى النقطة A لدينا مسند ثلاثي، إذن هناك رد فعل شاقولي، رد فعل أفقي، وعزم يعاكس العزم الخارجي. لنستخرج هذه المجاهيل نستخدم معادلات الاتزان. مجموع القوى الأفقية يساوي الصفر. مادام أن القوى الأفقية مساوية للصفر، فبالتالي فإن رد الفعل الأفقي سيكون مساوي للصفر. مجموع القوى الشاقولية تساوي الصفر. هنا لدينا ما يلي: إذن ناقص 16 في الاتجاه السالب، ناقص 7.5 في الاتجاه السالب، و VA في الاتجاه الموجب. ومن ثم نجد أن VA يساوي 23.5 كيلو نيوتن. مجموع العزوم بالنسبة للنقطة A يساوي الصفر. هذا يعني لدينا القوة 16 تشكل عزم إيجابي مقداره 16 ضرب 2. القوة 7.5 أيضا تشكل عزم إيجابي، مقدار هذا العزم هو 7.5 ضرب 0.75. ولدينا العزم الموجود في المسند عزم باتجاه السالب، إذا ناقص MA. بالحساب نجد أن MA تساوي 37.625 كيلو نيوتن متر. في الأخير، إذا كان لديك عزيزي الطالب أي استفسار، يمكن أن تترك السؤال على مستوى صندوق التعليقات. إذن على أمل اللقاء بكم في الحصة
القادمة. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه.